طارق أرسلاني المدير الإقليمي مكلف بمدير الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعملية مقاطعة مناشيد سيدي عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم يتم تخليد الذكرى 16 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف مبدعها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا اليوم اللي تختار له كموضوع وكشعار التعليم وجائحة كوفيد 19، الآثار والآثار ديال الجائحة على التعليم، على التعليم بصفة عامة وعلى المتعلمات والمتعلمين، وكذلك للآفاق المستقبلية. كما لا يخفى على الجميع، منظومة التربية والتكوين والمتعلمين والمتعلمات كان عندها تأثير كبير من طرف الجائحة ديال كوفيد 19 هاد السنتين اللي مضاو، السنة الماضية وهاد السنة الحالية.
عملت الوزارة بتنسيق مع وتعاون وشراكة مع عدد من القطاعات والمجتمع المدني والمبادرة الوطنية على تنزيل عدد من المقتضيات والقرارات اللي كان من شأنها أنها تخفض من الآثار ديال الجائحة على العملية التعليمية وعلى المتعلمات والمتعلمين، ولكن تبقى أنه الآثار واضحة. كان هناك آثار كثيرة على التلامذ اللي واجب أننا نتعاونوا ونضافروا الجهود ديالنا كمديرية إقليمية واللي من شأنها أنها تنزل قرارات الوزارة، ومجتمع مدني، جمعية آباء أولياء التلاميذ، أطر إدارية وتربوية وسلطات محلية وسلطات صحية، أننا نحاولوا نضافروا الجهود ديالنا من أجل الحد من هذه الآثار وتخفيض من الوقع ديالها على التلاميذ والتلميذات. وشكرا. حسن رزق، رئيس جمعية نجم لتسيير منصة الشباب مقاطعة مولاي رشيد. تأسست هذه المنصة ديال الشباب في 2020، يعني في أواخر 2020، وبدات الاشتغال ديالها بصفة مكثفة من يناير 2021 إلى يومنا هذا. دونك المهامات الأساسية ديال المنصة هي استقبال الشباب اللي هما في حالة بحث عن شغل أو حاملين فكرة مشروع بقصد تأسيس مقاولتهم الخاصة. فاحنا تنقوموا بواحد يعني الإنصات والتكوين والتوجيه لهذا الشباب اللي غادي يمشيوا إما للقطاع ديال البحث عن شغل أو تأسيس مقاولات. تنعطيوهم المهارات والكفاءات اللازمة باش يمكن لهم يدخلوا في هذا المشوار، يعني المشروع الحياتي ديالهم. فالفضاءات اللي عندنا هما ديال تكوين المهارات الذاتيه، وكذلك تكوين ديال لي كومبيتونس، يعني المهارات التقنيه في تاسيس تسير مقاولات او دراسه جدول لو بيزنس بلان ديال المقاوله، باش يشوفوا يعني اشنا هي المردوديه ويتعلموا الاسس ديال التقنيات ديال متعلقه بتسيير المقاوله والى غير ذلك. ولحد الان يعني الاشغال ديال المنصه تتبين بان لحد الان توصلنا ب 298 شاب اللي زاروا المنصه، منهم 201 اللي توجهوا للمقاوله، يعني انشاء مقاولتهم الخاصه، 97 واحد اللي مشاو للميدان التشغيل باش يكتسبوا المهارات كيفاش يديروا البحث عن الشغل ديالهم. الان اللي تكونوا داخل المنصه بتاطير الاطر ديال المنصه هي 135 شاب، واللي تكونوا خارج من المنصة هي 23 شاب، والشباب اللي ما قدوش يواكبوا معنا او ما كانش توفر فيهم الشروط من هادو اللي جاوا نقول تقريبا 52 واحد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.